فنان مميز ذو ملامح مصرية صميمة، قدم العديد من الأدوار اللافتة أمام عمالقة الفن حتى أصبح رمزا لشباب من جيله. وبالرغم من أن القدر لم يمهله إلا أنه قدم 23 فيلما سينمائيا و11 مسلسلا تلفزيونيا و7 مسرحيات. إنه الفنان الراحل عبد الله محمود الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته عن عمر يناهز 40 عاما.